انطلاقة مشروع الإصلاح عام 2000 على أرضية ما تم من توافق على ميثاق العمل الوطني وعلى أرضية حاجة المجتمع للخروج من عنق الزجاجة بين قوسين الأزمة آنذاك، والحراك السياسي في البحرين لم يستقر. فبعد أول استحقاق للبدء في تنفيذ الوعود والانطلاق بما بشر به المشروع الإصلاحي الذي لم يسمح له بالاستمرار على أرضية ما توافق عليه بين الشعب والملك، برزت بوادر التدخلات وتفعيل الفرامل للمشروع، وسرعان ما تم الارتداد على الميثاق والتراجع عن الكثير مما بشر به المشروع الإصلاحي، وخاصة في الجوانب الدستورية والتشريعية التي تمثلت بشكل أساسي في التعديلات الدستورية التي جرت بإرادة منفردة، وفي صلاحيات الهيئات التشريعية الثنائية التي أفرغت السلطة التشريعية من جدوى وجودها من أجل تأدية دورها التشريعي والرقابي المنوط بها في الدستور السابق، إلى جانب ما تم من إصدار لحزمة من القوانين من خارج أطر السلطة التشريعية كتحصين مسبق لمكامن الفساد والمساءلة لكل من ما ساد في مرحلة تطبيق قانون أمن الدولة من تجاوزات. الأمر الذي أرجع المشهد السياسي خلال العشر سنوات الأولى من عمر الميثاق والتجربة السياسية إلى المربع الأول في عمق الأزمة، واستمر عامل الشد والجذب بين أطراف العمل السياسي ضمن فضاء الزجاجة التي وضعنا بها طوال تلك المرحلة، رغم كل المحاولات التي بذلتها القوى المعارضة الوطنية من أجل تلمس الطريق لإحداث التغيير والإصلاح، تارة عبر الضغط الشعبي وتارة عبر المشاركة في العملية السياسية القائمة من أجل الإصلاح من الداخل. وبعيدا عن تجارب المقاطعة والمشاركة في الانتخابات النيابية فإنها قد فشلت، أي أن أقول المعارضة فشلت في إحداث هذا التغيير بشكله الإيجابي. بعد عشر سنوات من انطلاق المشروع الإصلاحي المنقوص، وجدنا أنفسنا أمام مشهد سياسي يسوده الاحتقان. وجد فرصته السانحة للتناقم مع ما جرى على الصعيد العربي فيما يسمى أو ما سمي بالربيع العربي. حمل الشباب حلمه على أكتافه، وسرعان ما تفجر أمام أول دعوة للانتفاض من أجل إعادة المطالبة بالحقوق والإصلاح. في إحياء الذكرى العاشرة للتوقيع على الميثاق، واحتجاجاً على عدم احترام الحكم لما توافق عليه مع الشعب من إصلاحات، فكان حراك 14 فبراير عام 2011. لعلي قد أسهبت في الوقوف أمام تلك الأحداث أو تلك التجربة التي يدركها حتماً الجميع منكم، فقط لأذكر بها والعمل على مقارنتها مع ما نحن عليه اليوم من مشهد سياسي ما زال يحمل كل مقومات المشهد الذي سبق وساد فترة الميثاق وبداية المشروع الإصلاحي على شكل متشابه ومتطابق في كل تفاصيله. ولعل ما زاد عليه المشهد الراهن من ترافق الأزمة السياسية الدستورية مع ما نعيشه من وضع اقتصادي ينذر بالخطر على مستقبل الوطن. وعندما نعدد جوانب الخلاف، إذا تناغمنا مع بعض من لا يريد أن يعترف بأننا أمام أزمة تزداد في حدتها يوما بعد يوم، سنجد بأن المجتمع البحريني ما زال يعاني من كل ما كنا نعانيه قبل فترة الميثاق والمشروع الإصلاحي وأكثر. فما زالت الأزمة الدستورية قائمة، وما زالت الأزمة السياسية حاضرة بكل قوة، وما زلنا أمام سلطة تشريعية منزوعة من كل صلاحياتها التشريعية والرقابية، وما زلنا أمام فقدان كل السلطات لاستقلاليتها عن بعضها البعض، وما زلنا أمام وضع تسود فيه الحلول الأمنية على ما سواها في التعاطي أو في تعاطي الحكم مع المشكلات، وما زلنا أمام شرخ كبير يعاني منه المجتمع جراء ما أصيب به من داء التمييز والتهميش وما رافقه من شرخ طائفي بغيض أبعد الناس عن الوعي والالتفات إلى مصالحهم الحقيقية في إجراء التغيير وفي وقف الفساد وفي إصلاح البيت قبل الاهتراء. إذن ما زلنا
أمام وضع يتصف بالراهن بحكم استمرار الوضع كما هو عليه طوال تلك الفترة، وبعد تجربة تمر عليها أكثر من 15 عاماً، ويجد أكثرية الناس أنفسهم أمام نفس المشهد ولم يلوح في الأفق أي بادرة إيجابية للخروج منه، فما هي آفاق المستقبل التي تنتظرنا؟ مهام لا بد منها لفتح آفاق المستقبل. رغم كل ما تقدم، أتمنى أن لا يفهم منه ضياع بارقة الأمل في الإصلاح، وتحت شعار اشتدي يا أزمة كي تنفرجي، أنا أرى بأن الأزمة لا يمكن لها أن تستمر في شدتها أكثر مما نحن عليه الآن، وبالتالي فإن جهود تفريجها لابد أن تنطلق. فلم يعد التطور يسمح للاستفراد بالرأي في وضع الحلول للمشكلات، ولن يلعب أسلوب التهميش والتغييب للرأي الآخر في تطور المجتمع أو الخروج المجتمع من أزماته، ولا للانتهاكات أن تجري في الخفاء، فكل العالم اليوم يرى ويراقب كل شاردة وواردة تجري في أصغر زقاق في بلادنا، فما بالك بما يجري اليوم في المدن والقرى من تضييق وحرمان وحصار. فعلى الجانب الاجتماعي يتوجب على الجميع وضع المبادرات من أجل تحقيق اللحمة الوطنية بين كافة مكونات الشعب، والسماح لآليات التواصل المجتمعي والتسامح والتعاون فيما بينها من أجل درء خطر الانقسام والتفرقة الطائفية والتمييز بين كافة أبناء الشعب، ووضع مصلحة الوطن وسلامته فوق كل شيء. وعلى الجانب السياسي يتطلب من كل الأطراف المجتمعية وخاصة الجانب الرسمي منها بأن يعي بأنه لا بد من الحوار السياسي الحقيقي مع ممثل الشعب في مؤسسات المجتمع المدني، وأولها الجمعيات السياسية والمكونات الشعبية من دون أي استثناء، من أجل دراسة وإقرار الحلول المناسبة للتعاطي مع مطالب الشعب المحقة والجامعة. وفي الجانب الحقوقي الإنساني، فبلادنا أمام استحقاقات وتحديات على الجانب الرسمي أن يجاوب عليها في المحافل الدولية، وأمام المجتمع الدولي فيما نفذه على أرض الواقع من توصيات لجنة بسيوني بشأن ما جرى على أرضية التعامل مع أحداث 2011. وعلى صعيد مشاركة الشعب في اتخاذ القرار، فعلى الجانب الرسمي المبادرة إلى تهيئة الأرضية السياسية الصالحة لتلك المشاركة في أي استحقاق سياسي قادم بشكله الإيجابي، عندما نرى بأن هناك خطوات انفراجية قد تمت وبتوجهات تنظيمية قد اتخذت في شأن مختلف النواحي التي اختلفنا فيها مع الحكم، وخاصة فيما يتعلق بوقف آلة القمع وتغليب لغة العقل في معالجة المشكلات والسماح بحرية الرأي والتعبير، وبقانون الانتخابات عادل يؤسس لوجود هيئة إشراف مستقلة وعدد دوائر ذات تركيبة بعيدة عن الاصطفاف الطائفي يتحقق فيها مبدأ الصوت المتساوي للمواطنين، عندها سيكون لكل حادث حديث فيما نحن إليه ذاهبون. أخيرا وليس آخرا، فالمستقبل القادم ينتظر منا جميعا بأن نقف على مصلحة الشعب فيما تجنيها عليه السياسات والإجراءات الترقيعية لمواجهة الأزمات، ولعل أهمها ما يعانيه المجتمع اليوم من أزمة اقتصادية تنذر بالخطر، والعمل على إبعاد المواطن عن مسؤولية تحمل فشل السياسات في إدارة المجتمع سواء كان على الصعيد السياسي أو الاقتصادي الذي بدأت تداعياته تطل علينا ببعض الإجراءات والخطوات التقشفية والرسوم التي تضع المواطن أمام تحدي كبير في تأمين لقمة عيشه. وأخيرا لكم مني أعظم الأمنيات وشكرا. شكرا للأخ فؤاد. كانت رؤية عن ما عشنا فيه من فترة المرحلة السابقة وما نتوقعه للمرحلة القادمة، وهي مرحلة مر فيها شعبنا بالعديد من
خلينا نقول المنعطفات الصعبة. فإذا ما ألقينا النظرة على مرحلة التسعينات وجدنا بأن هناك أيضا مرحلة يعني تقاطعت فيها العديد من الظروف التي نشاهد جزءا منها الآن في هذه المرحلة، فكانت مرحلة التسعينات مرحلة أيضا مرحلة انتهاكات، وأيضا مرحلة تقديم قرابين، وأيضا مرحلة قدم فيها شعبنا أيضا تضحيات كبيرة من أجل الحرية والديمقراطية، ودخلنا في مرحلة كنا نتوقع فيها بأنها هي مرحلة النهاية وهي مرحلة بداية الألفية مع مرحلة الميثاق، ولكن أيضا يعني وجدنا هناك التراجع عن ما وعدنا به في مرحلة الميثاق. وكانت فترة الإصلاح الحقيقي مرحلة قصيرة إذا ما قسناها بما كان يتمناه ويتطلع له شعبنا. الآن نحن في خندق أو في مرحلة التراجع التي نحن فيها. هذه المرحلة تشكل مرحلة فاصلة في حياة شعبنا، وهي مرحلة لا يمكن التجاوز فيها عن ضرورة الإصلاح السياسي وأيضا الوحدة الوطنية. المعارضة بشكل عام لا تزال تمد يدها، ونحن مقدمون الآن على ذكرى الحراك في 2011. لابد من أن يكون هناك رؤية حقيقية لحوار حقيقي وعادل من أجل الوصول لحل الأزمة السياسية الدستورية والالتقاء في نقاط وسط الطريق لجميع الأطراف. بعد ما تفضل به الأخ الأمين العام، أنا أعتقد مهم جدا أن تطرح الأسئلة على ما تفضل به أو التعقيبات، فكل من لديه ما يريد أن يتقدم به فليتفضل. الأسئلة والتعقيبات مطروحة أمامكم، والأخ الرفيق الأمين العام أيضا جاهز للرد عليه. اسمك بالخير؟ إبراهيم مناع. ناخذ جولة أولية. أيوة غيره. تفضل الأخ إبراهيم على البوديوم. البوديوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر المحاضر الكريم الأستاذ أبو محمد على هذه المحاضرة القيمة، مع أني كنت أتوقع أنه بيحدثنا أكثر عن المستقبل، ولكن أعتقد أنه هو ارتأى أن يوجز بعض التمنيات. عموما أنا لي شرف الحضور اليوم في وعد التي أتمنى لها كل التوفيق إن شاء الله والسداد. أنا عندي 4 ملاحظات على أداء الجمعيات السياسية. من خلال هذه الملاحظات سوف أتطرق إلى بعض النقاط التي تعرض إليها أبو محمد. في البداية يجب الاعتراف بأننا في البحرين الآن المواطن البحريني أصبح كالريشة في مهب الريح، ما بين جمعيات سياسية غير فاعلة وما بين برلمان مهمش وما بين حكومة مستبدة ومنفردة بقراراتها السياسية. الملاحظات على الجمعيات السياسية 4. في البداية العنصر الأول هو عدم وجود الثقل الجماهيري للجمعيات السياسية في البحرين. معظم عناصر الشعب في البحرين انفض عن الجمعيات السياسية لأنه أحبط من قبل أداء الجمعيات السياسية التي كان يأمل ويتوقع أنها تتبنى قضاياه الوطنية
وتدافع عن حقوقها السياسية. المؤشر كان في انتخابات 2014، شفنا أنه الجمعيات السياسية معظمها فشلوا في إيصال مترشحيها إلى البرلمان. معظم المواطنين في البحرين انفضوا عن الجمعيات السياسية، وبالتحديد عن الجمعيات السياسية الإسلامية. العنصر الجماهيري التي تفتقر إليه هذه الجمعيات السياسية عنصر أساسي وجدا مهم، وعلى الجمعيات السياسية أن تبحث في الأسباب لماذا انفض الناس عن الالتحاق أو الانضواء تحت مظلة الجمعيات السياسية. وبالنسبة إلى وعد، أنا أرجو من وعد أن هي تطلع من عزلتها ومن هذه الجدران الأربعة، وتذهب إلى شرائح المجتمع في مجالسهم وفي نواديهم وفي مؤسساتهم، تطرح بعض القضايا الوطنية وتتناقش وتتحاور مع المجتمع. لأني أنا أعتقد أن مجتمع البحرين وخاصة الجانب، شريحة كبيرة من الجانب السني في المجتمع البحرين متحفظ على وعد، ربما بسبب مواقف وعد المسبقة إبان أحداث 2011. فهناك طبقة من الجليد تحول ما بين المواطنين في البحرين وما بين وعد، وأنا أتمنى من وعد أن هي تطلع من هذه الجدران وتذهب بمجموعة من الشباب وتزور المجالس وتزور المنتديات وتزور المراكز الثقافية وتتحاور مع المجتمع وتشوف ملاحظات المجتمع. العنصر الثاني أو الملاحظة الثانية على الجمعيات السياسية هو أن الجمعيات السياسية ليس لها وزن سياسي في الدولة، بمعنى أن الدولة منفردة بقراراتها السياسية دون الرجوع إلى الجمعيات السياسية. فهناك تهميش من الدولة إلى الجمعيات السياسية، وعلى الجمعيات السياسية أن تبحث أيضا في الأسباب لماذا الدولة مهمشة الجمعيات السياسية. أنا أعتقد أهم عنصر تعول عليه الدولة لتهميش الجمعيات السياسية هو عدم توافق الجمعيات السياسية على المطالب الوطنية. ولذلك أنا كنت أدعو دائما إلى التوافق الوطني الذي هو أساس الوحدة الوطنية. ولا بد من، وقدمت أنا ورقة في هذا المعنى إلى الجمعيات السياسية، والحمد لله تبنوا هذه الفكرة، لأن هم عملوا اجتماع، واجتماع قادم إن شاء الله بيكون في يوم السبت القادم بين الجمعيات السياسية، علشان يكون فيه هناك توافق على الأقل مبدئي. الدولة تعول على تشرذم الجمعيات السياسية من حيث المطالب ومن حيث الرؤى ومن حيث الأساليب والأهداف. فإذا ظلت الجمعيات السياسية بهذا التشرذم والتفكك، لن تحصل على ثقة الشعب ولن تحصل على ثقة السلطة السياسية. العنصر الثالث أو الملاحظة الثالثة على الجمعيات السياسية هو عدم وجود أو افتقارها إلى الحصانة القانونية. الجمعيات السياسية تفتقر إلى الحصانة القانونية، ولهذا أنا أدعو الجمعيات السياسية أن هي تجتمع مع وزير العدل لكي تضع النقاط فوق الحروف. الجمعيات السياسية لا تعلم إلى أين هو سقفها في العمل السياسي. ربما تقوم بأساليب ولا ممارسات في المجتمع قد يراها وزير العدل أو يفسرها بأنها تجاوز على سلطاتها القانونية، فيروح يقدم مذكرة إلى القضاء والقضاء يقوم بشطب الجمعية. ف
الجمعيات السياسية إذن يجب أن تحصن نفسها قانونياً أمام الدولة. الملاحظة الرابعة والأخيرة هي عدم التوافق، وتطرقنا عليه، تشرذم الجمعيات السياسية. دائماً أنا أقول إذا حبيت أنت وإذا أنه المجتمع يستمع إليكم وإلى السلطة السياسية تستمع إليكم، يجب أن تتوافقوا. إذا لم يكن هناك توافق وطني لن تحصلوا على ثقة الشارع، ولن تحصلوا على طاولة للحوار مع السلطة السياسية. شكراً لأخ إبراهيم. شكراً. أعتقد طرحت نقاط متعددة يعني تحتاج إلى إجابات موسعة أيضاً. في الأخ إبراهيم كمال الدين، تفضل. في أحد يريد يسجل اسمه؟ أسعد الله مساءكم جميعاً. يعني الأخ إبراهيم المناعي اختصر عليه كثير من الحديث، حيث أن واقع الجمعيات السياسية التي لم تكن ترتضي في ارتدادات في السلطة يجب أن نقف أمامها. يعني إحنا الآن أنا أتصور أن إحنا 60 سنة إلى الوراء بعد الإنجازات اللي حققها شعب البحرين بوحدة الوطنية ووأد الطائفية وخروج هيئة الاتحاد الوطني إلى الوجود اللي وحدت شعب البحرين. النقطة الثانية، بعد الاستقلال حقق شعب البحرين إنجازات، وبما فيها يعني أنا أتذكر مقولات الأستاذ عبد العزيز الشملان عندما رجع إلينا للشام في زيارة الأولى بعد ما أعطوهم أعادوا إليهم الجنسية وأعطوهم جوازاتهم وسمحوا إليهم بالرجوع إلى البحرين، رجع متفائل لأن كان حواره مع المرحوم الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة كان حوار يعني آمال كبار. عبد العزيز الشملان قال لي إحنا نريد دستور عقدي يعمل شعب البحرين، قال لي لكم. قال لي نريد حرية الصحافة، قال لي لكم. حرية العمل السياسي، قال لي كل لكم. رجع متفائل الرجل بأنه بالفعل الاستقلال هذا سيحقق هذا. بالفعل تحقق يعني الانتخابات ودستور عقدي، ولكن الارتدادات اللي صارت بعدها أنتجت قانون تدابير أمن الدولة اللي دمر البلد ودمر العمل السياسي وملأ السجون. نفس الشيء لما جاء النظام بالمشروع الإصلاحي، المشروع الإصلاحي والميثاق الكل هلل إليه والكل رجع والكل يعني حتى أنا أتذكر مقولة في لقائنا مع الشيخ حمد ملك حمد عبد الرحمن النعيمي، يقول لي يعني خطوة جدا مباركة أفرحت بها الناس لما بيضت السجون ونتمنى أن تكون السجون مبيضة. وين إحنا الآن؟ شكلوا لجنتين، لجنة لتفعيل الدستور ولجنة لتفعيل الميثاق. جمدت لجنة تفعيل الميثاق واشتغلوا على الدستور، غيروا في ليلة ظلماء اللي رفضتها كل الجمعيات السياسية، وكلكم عايشتون المؤتمرات الدستورية اللي انعقدت في البحرين برفض شعب البحرين التغييرات الانفرادية في الدستور. هل الارتدادات هذه كلها خلقت يعني حالة من الطائفية المستترة وبعضها يعني معلنة؟ الآن احنا علينا ان نستفيد من تاريخ حركتنا الوطنية كيف استطاعت أن تلم شعب البحرين وتوحد شعب البحرين في مطالب متوافق عليها للجميع، وتقود الحراك السياسي مثل ما عملت هيئة الاتحاد الوطني. الجمعيات السياسية في البحرين كان أعطت تنازلات كبيرة من أجل يعني تثبيت الديمقراطية وتثبيت الوضع الديمقراطي وتطوير النظام الديمقراطي. من أيام أول انتخابات أعطوا تنازلات، لما طلب منهم المرحوم الشيخ عيسى عندما كانوا يناقشون الميزانية أقروا في المجلس بأن تكون ميزانية الديوان 2,000,000 دينار، طلب منهم بأنه يرفعونها إلى 6,000,000 دينار، وافقوا على أساس أنه ما يصير صدام في أول الجلسات بين الحكومة وبين الديوان وبين الشتمة، وافقوا. الجمعيات السياسية في البحرين كذلك لما رخص لها
كأحزاب سياسية كانت موجودة وافقوا على أن تكون جمعيات، وجمعيات غير الأحزاب السياسية. أحزاب السياسية إليها قوانين وإليها انتخابات وإليها كذا وتبادل سلمي للسلطة وكل هذه في قوانين الأحزاب. مع هذا وافقوا على الجمعيات على أساس أنه يثبت الوضع الديمقراطي ويتطور هذا الجثمة. عشنا ارتدادات، هذه الارتدادات اللي احنا نعيشها الأخ إبراهيم تحدث عنها، وتحدث عن الوحدة القوى السياسية والمطالب السياسية لأن تضم يعني كل تسوي حراك شعبي موحد في مواجهة الارتدادات عن هذا الجثمة. شكرا الأخ إبراهيم. شكرا دكتورة رقية، تفضلي. أنا كنت أتوقع وأتمنى أن الأخوات كان يعني يكلمنا أكثر في موضوع آفاق المستقبل. هذا بالنسبة لي مهم جدا، مو بالنسبة لي شخصيا، لأن أنا قضيت عمري وسويت اللي بقيت سويته، حقق أهدافي والمستقبل يمكن صار وراي. اللي يهمني الأجيال القادمة. يمكن كلكم قرأتوا المقال اللي كتبه أخ إماراتي، والله نسيت اسمه، عن المستقبل. غباش. لا ما ذكر الاسم، أنا مو زينة في الأسماء، سوري. المهم المقال كان خطير وعميق جدا ويهز الواحد، يعني اللي كتبه عن دول الخليج وعن الخليج واللي قاعد يصير، يعني وين المستقبل؟ الشعوب الخليجية قاعدة يعني تبتلع من الكثير اللي جابوهم في الدول. يعني الرقم اللي أتذكره قال 16 مليون آسيوي في دول الخليج، هذا رقم مهول. يعني وين الشعب؟ يعني حوت قاعد ياكل الشعوب الخليجية. المستقبل أنا حسب ما أستنتج من ذيك المقالة أن صحيح ما راح يكون في شعوب خليجية، يعني إحنا ابتلعنا، ما أدري إيش راح نسوي، بس يعني أنا شايفة إذا هذه الأمور تمشي بهالشكل وهذه حقائق، يعني الله يساعدنا. ممكن بعد 10 سنين 20 سنة نقول كان يا ما كان، في أيام من زمان كان في شعب خليجي، أما اللي نشوفه أن يعني الله يساعدنا. فأنا كنت أهتم، يعني كنت أتوقع أنه تبحثون في هالموضوع أكثر، وشكرا. شكرا شكرا، نتمنى يكون القادم أجمل إن شاء الله. لا تيأسينا وايد يعني. الأخ إبراهيم شريف، تفضل. مساء الخير. شكرا للأخ الأمين العام على الإضاءات اللي قدمها. احنا نعتقد أمام مشهدين بالأحرى، مشهد رسمي يعتقد بأولوية الحل الأمني وبأنه بإمكانه أن يخضع المجتمع لإرادته، وهذا المشهد يعني المشهد الرسمي حاول حتى، وأنا أقول المجتمع كله وليس فقط المجتمع المعارض، حاول حتى تهميش المجتمع الموالي، جمعيات الموالاة، القوى الموالاة، تم تفتيتها وإضعافها لدرجة أنه كل واحد فيكم ممكن يأخذ عضو برلمان أو عضوين، والحكومة تحدد حتى من الأصالة ومن منبر الإسلامي ممكن أنه يفوز وممكن أنه يخسر. لذلك هذا هو المشهد من الجانب الرسمي، تهميش لجميع الأطراف سواء أطراف موالية أو أطراف معارضة. وأنا أعتقد أنه المشهد الرسمي يجب قراءته أيضا من جانب التغيرات الاقتصادية اللي حادثة في الدولة. الدولة على مستوى الخليج مضطرة إلى أن تتقلص في حجمها المتضخم في الفترة الماضية. أسعار النفط كل مؤشرات تقول أن إحنا في مرحلة بين 50 و70 دولار يعني السنوات القادمة، وأغلب دول الخليج تحتاج فوق 100 دولار. إذن ما نستطيع، الدولة لا تستطيع أن تغطي نفقاتها.
إذن مضطرة هي أن تقلص نفقاتها، والتقليص سيكون ليس من الجرعة مثل ما يقولون اليمنيين الجرعة. الجرعة لن يدفع ثمنها من اتخذ القرارات السيئة ومن قام بالفساد، الجرعة سيدفع ثمنها المواطنين، ضرائب، تقليص الدولة الرعاية، رسوم، كل هذه الأمور. يعني في عشرات الرسوم الآن في الفترة الماضية فرضت سكيتي، كثير من هذه الأمور المواطن ما يشعر فيها، لكن سيشعر فيها تدريجيا في زيارة الغلاء اللي بيحدث في هذا البلد. إذن أمام مشهد اقتصادي من هذا النوع، ماذا تريد حكومة؟ تريد معارضة قوية وتريد معارضة ضعيفة؟ بطبيعة الحال تريد معارضة ضعيفة، حتى تريد موالاة ضعيفة، لأنه تريد تمشي برنامجها. إذن المشهد من الجانب، يعني واحد يقدر يقول أنه والله يتأمل أنه لأن الوضع الاقتصادي سيء الحكومة بتقدم تنازلات، لا، لأن الوضع الاقتصادي سيء الحكومة تريد تضرب المعارضة أشد مما ضربته، وتريد تضرب حتى العناصر شبه معارضة اللي موجودة في الموالاة، تهميش كل المعارضات اللي موجودة، المعارضات الموالية، نصف المعارضات أو المعارضات الحقيقية في المجتمع، لأنه أمام برنامج اقتصادي تقشفي سيمس مصالح المواطنين، وهي ما تريد أحد خلينا نقول ينافسها أو يعترض على هذا البرنامج. في المقابل مشهد شعبي، مشهد شعبي منقسم، مشهد مواطنين شبه موالاة ما نستطيع أن نحددهم بأنه موالاة لأنه هذه موالاة مشروطة، ومواطنين آخرين معارضين. المواطنين المعارضين ما زالوا يقومون بمقاومة لمشروع السلطة، آلاف الشباب في المعتقلات، آلاف الشباب الآخرين شردوا وقطعت أرزاقهم، في مئات اليوم الشباب في المنطقة. تستغربون يعني أنتم عدد الشباب اللي موجودين في أستراليا اليوم، في ألمانيا، يعني تكلم في أستراليا فيه فوق 100 شخص، كل شباب مشردين من هذا البلد. في ألمانيا فوق 200 شخص، في بريطانيا وفي الآخرة، غير اللي في إيران وفي العراق وفي لبنان وإلى آخرة. فمشهد شعبي، ما زال الناس يحاولون يقاومون مشروع التهميش اللي تقوم فيه السلطة. وهذين المشهدين أنا أعتقد بيستمرون موجودين، يعني ذخيرة النضالية لشعب البحرين كبيرة، وما يبدو أن بعد 5 سنوات ضربت أول شيء ما سمي بالتيارات الثورية بين قوسين متطرفة تسميهم السلطة، تيارات ثورية اللي طرحت قضية تغيير نظام الحكم. بعد ذلك ضربت التيارات الإصلاحية وجزء من التيارات الإصلاحية من بينهم الإخوان في الوفاق. بعد ذلك تم محاولة تصفية الحاضنة الشعبية، ضربت التيارات الأولى وضربت الثانية، القيادات ما زالت الحاضنة الشعبية قوية. تم محاولة تصفية الحاضنة الشعبية لهذين التيارين أو المعارضة بشكل عام، بما فيها النخب الحاضنة، يعني الحاضنات الشعبية والحاضنات النخبوية مثل علماء الدين إلى آخره. ورغم ذلك مخزون النضال ما زال موجود عند الناس. يعني ملاحظات سريعة على الأخ الصديق إبراهيم مناعي فيما ذكره، في بالنسبة لوعد في ثابت ومتغير. الثابت هو موقفه السياسي، ما في تغير في موقفه السياسي على مر السنوات الطويلة الماضية. المتغير عادة في ليس في قضية مبادئ، هو في خطابك السياسي. المرحلة تتطلب خطاب مختلف، هذا الموضوع أعتقد في مرونة سواء على مستوى وعد أو على مستوى أي جمعية أخرى. العمل بين مشترك بين الجمعيات أيضا طرحها الأخ إبراهيم، إحنا نحتاج إلى واقعية. من هي الجمعيات؟ في جمعيات صغيرة جدا هامشية جدا ما لها قيمة في المجتمع، بالإضافة أن هي في كثير منها لا تملك قرارها، هؤلاء ليسوا مجال لعمل مشترك. في مجموعة أخرى من الجمعيات لها موقف أيديولوجي مضاد لك، عنده ثقل جماهيري، لكن لا، موقفها الأيديولوجي مثل الأصالة ثابت في عدم التعاون مع قوى المعارضة من فترة طويلة. هذا يمكن صعب على المدى القصير المتوسط العمل معه. ما باقي من الجمعيات هي كلها معارضة اللي ممكن العمل من بينه وبين بعض. تحصين الجمعيات أيضا ذكر الأخ إبراهيم من الدولة، هذا ممكن إذا كان في عندنا 3 سلطات مستقلة. أما إذا كانت السلطات الموجودة كلها مندمجة ومركزة في سلطة واحدة تمول على كل السلطات، ما يمكن تحصين الجمعيات. أنا أستطيع حصن الجمعيات لو عندي سلطة قضائية كاملة الاستقلال، لكن ما أستطيع. اليوم المواطن يقول لك إذا تبي ترجع على الأقل يا أخي تلجأ إلى قضاء عادل ومستقل تستطيع أن تروح له وتلجأ له، مش موجود هذا الوضع، غير موجود في البحرين. أخيرا أنا بقول أن
موازين القوى يعني الكفاية جلد ذات الجمعيات السياسية المعارضة، القوى المعارضة بشكل عام عملت جهد كبير في الفترة الماضية، قدمت تضحيات كبيرة، لكن إحنا القوى المعارضة لا تملك الظروف كلها، هذه ظروف ذاتية، في ظروف موضوعية أقوى، الدولة قوية، الدولة قوية بسبب علاقات الإقليمية، بسبب دعمها الدولي، بسبب الحصانة اللي تحصلها من كل أصدقائها في العالم، بسبب القوى المادية، بسبب استجلاب قوى من الخارج إلى آخره. كل هذه القضايا موضوعية، ليس في يدنا أن نغيرها، يعني في يدنا نغير الذات. وأنا أعتقد شعب البحرين يعني قدم نموذج لتضحيات لعمل سلمي ومستمر في هذا الموضوع، لكن في ظروف موضوعية أكبر من بكثير. شكراً. شكراً. شكراً للأخ. بناخد إطلالة من الأخ فؤاد على ما تقدم، بعدها بناخد جولة ثانية إن شاء الله. أنا حقيقة يعني لست مضطراً للرد على كل ما سمعت من تعليقات، لأنها لم تكن في وارد الأسئلة والاستفسارات، ما هي إلا إغناء لما تفضلت فيه أو حاولت أن أشخصه في مسألة طبيعة المشهد السياسي الراهن مقارنة مع ما كنا عليه في السابق. أنا أردت حقيقة بأن أوصل رسالة بأن ما كنا عليه في المشهد ما قبل الإصلاح للأسف ما زال حتى يومنا هذا قائم بكل الانتهاكات وكل الخروقات وكل عدم الإصلاحات، ما زال هو السائد. الأهم من كل ذلك أن طبيعة المرحلة، ودائما نسأل في هذا السؤال، كيف تقيم المشهد السياسي العام حاليا؟ لا أستطيع أن يعني أقيم هذا المشهد أو أقول أعطي عنوان كبير إلا وهو استمرار القبضة الأمنية على كل مفاصل المجتمع، وبالتالي دائما كانت الحلول الأمنية حتى يومنا هذا هي المقدمة وهي السائدة، واللي تربط طبيعة تعامل الحكم مع أصغر المشكلات وليس مع أكبرها. يعني حتى المشكلات الصغيرة لما تحدث على صعيد المجتمعي نلاحظ بأن الهاجس الأمني أو الظواهر الأمنية هي التي تسود حتى على مستوى الشارع. كلكم تذكرون ما حدث في الآونة الأخيرة من ما يقال عن هروب 10 سجناء من سجن جو. أنا أعتقد مثل هذه الظاهرة بدل أن يعترف الحكم بأن هناك في اختراقات وهناك في فشل في السياسات الأمنية وفي إجراءاته، بدأ يوضع بعض المسؤولية وبعض التبعات على المواطن العادي، حتى ضايقة في مسألة وصوله إلى عمله، ضايقة في مسألة وصوله أنه يذهب إلى يعني يستكمل حتى سفراته في السفر. البعض يشكو بأن حتى بعض السفرات تكنسلت والسبة الازدحامات المرورية. الحكم أراد أن يظهر بأن هناك في مشهد أمني خطير أمام ظاهرة فشل، وهو يتحمل مسؤوليته أكثر من الآخرين. بالإضافة إلى ذلك، أنا أعتقد المواطن وخاصة على الصعيد الجانب الاقتصادي، اللي يمكن هذه السمة الأزمة الأكبر اللي ننتظرها، ننتظر تحدياته في الفترة القادمة، حتى أمام مشهد طبيعة إدارة الاقتصاد أو طبيعة إدارة المجتمع وخاصة في جوانبها الاقتصادية، الحكم يريد أن يحمل المواطن العادي تبعات فشل هذه السياسات. يعني بدل الرجوع إلى سياساته الفاشلة في مسألة عدم تأمين الاحتياطي للأجيال القادمة، فيما كل ما حصل عليه من فوائض أسعار، دي أسعار النفط، وللأسف بأن النفط هو المصدر الوحيد اللي مورد الدولة، أراد أن يقول لا، عليك أن تتحمل، بما أن نزلت أسعار النفط عليك يا مواطن أن تتحمل مسؤولية الحفاظ على يعني متطلبات معيشتك حتى من خلال متطلبات أو لوازم الدولة. أنا أعتقد هذا المشهد أو هذا النظام لا يريد أن يشرك الآخرين حتى في طرح بعض الرؤى. أنا أعتقد جمعيات المعارضة عندها الكوادر وعندها البرامج، حتى على الصعيد الاقتصادي كان بإمكانها أن تقدم رؤى لو سمح لها بذلك. ولذلك أنا أتفق مع كل ما يعني تفضل فيه الإخوان من قراءة تستكمل ما أنا أردت أن أتوصل إليه من خلال قراءة المشهد السياسي. ومثل ما قلت لكم، أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأني أنا لا أقرأ مستجدات الوضع السياسي، أنا أقرأ المشهد السياسي، والمشهد السياسي تعطي عنوان كبير أمام ما نحن عليه في السابق وما نحن عليه الآن وما نحن مقبلون عليه.
ومن ذلك أتت تمنياتنا بأن طريقة آفاق الحل المستقبلي أتت على أرضية أن لا نسمح بثقافة اليأس أن تدخل داخلنا، أن لا نسمح بأن نقول أن هناك لما في أمل من أجل الحلول. الحلول توجد، لكن عندما تتوافق الأطراف المجتمعية تحت إرادة قادرة أو تعترف بأن البلد في أزمة أولاً، وعندما نعترف بأن هناك في أزمة علينا أن نتفق في طبيعة وضع الحلول لها بمشاركة كاملة بدون تهميش أي مكون، بدون تهميش أي طرف من أطراف المجتمع البحريني. وفي هذا السياق نحن حقيقة في جمعية وعد وجميع الجمعيات السياسية المعارضة لديها استراتيجية في مسألة التواصل مع الآخر، وخطونا خطوات عملية في هذا الاتجاه، ولكن علينا أن يعني نعرف الواقع، وعلينا أن نقدر الظروف الآخرين. أجزم بأن من خلال قراءتي للوضع السابق تحت هاجس الخوف، تحت هاجس الأمني اللي كبت على صدور الكل وليس فقط على المعارضة، أجزم بأن هناك العديد من الجمعيات أو التجمعات الأخرى قرارها ليس بيدها. ومن شاهد المشهد في مسألة محاولات الاتصال والتواصل مع الآخرين يلاحظ هذا بوضوح، بأن الآخرين لا يسمح لهم بأنهم يمضون قدماً في مسألة التواصل مع جمعيات المعارضة، ولكن هذا لا يجعلنا أن نيأس. نحن ما زلنا ندق الأبواب، ولدينا برامج مجتمعية من أجل التواصل مع الجمعيات السياسية بمجملها ومع التجمعات الشعبية وعلى رأسها مسألة المجالس الشعبية. أعتقد بأن المرحلة أصبحت أكثر هدوء لتسمح للعاقلين بأن يراجعوا أنفسهم فيما ذهبوا إليه من تقول في مسألة التعامل مع الأحداث السياسية. ونعتقد أيضا بأن في الشارع لما كنا نسميه في السابق موالاة لا يسمح الوضع بأن يستمروا إلى ما لا نهاية تحت سقف الموالاة. ولاحظنا هناك تململ بدأ يبدأ في صفوف كل من كان عاش تحت هاجس الاحتقان وعاش تحت هاجس الخوف من الآخر في الفترة الماضية، بدأ اليوم يلتفت إلى بعض مصالح المطالب الوطنية، وبدأ ينقرص من مسألة وجع الأوضاع الاقتصادية اللي تهم حتى مواطنينا أو جماهيره. وعلى هذه السكة أعتقد نحن عندنا مجالات أن ننفتح على بعضنا بعض، وممكن أن نصيغ البرامج أكثر. على صعيد الجانب الرسمي نتمنى، وهذه دائما نتكرر هذه الأمنيات، بأن الجانب العاقل أو المتعقل في الجانب الرسمي أن يعي خطورة الأزمة، وأن يعي بأن ما سيجري لهذا الوطن ليس فقط في صالحه. إذا كان هناك في مضرة ستكون مضرة للجميع، وحتما ستحتم عليه تطورات الأوضاع بأن يلتفت كما التفت في مراحل سابقة تحت هاجس الإصلاح أو تحت هاجس التعديل الأوضاع. نتمنى أن يقف مرة أخرى أمام نفسه ويقول بأن هناك أزمة حقيقية يعاني منها البلد، ولا بد من مشاركة الآخرين وأولهم الجمعيات السياسية المعارضة التي تمتلك رؤى مختلفة تماماً عن رؤى من يطبل له ومن يتعاون معه على الحق والباطل. نحن مع الحق ولكننا لسنا مع الباطل. لدينا الشجاعة أن نقول للنظام هذا ما أنت عليه خاطئ، وهذا الطريق هو اللي ما يمكن أن يبني وطن، وبالتالي إذا مديت يدنا أو سمحت لنا أن نمد يدنا معك سنساهم في بناء هذا الوطن. وأتمنى من الجميع كما أشرت بأن المعني في وضع الحلول ليست فقط المعارضة، المعني في وضع الحلول جميع مكونات الشعب وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني وأولها مسألة الجمعيات السياسية بمجملها. وفي هذا الصدد نحن على الحقيقة عندنا برنامج، ونتعاطى مع كل دعوة طيبة تجمع الشمل وتجمع الأطياف المختلفة لوضع حلول مناسبة في الملفات المختلفة. شكرا. شكرا للأخ فؤاد. الأخ نوال زباري تفضلي. الحقيقة عندي سؤال للأخ فؤاد. تكلمنا أو تكلموا الجماعة اللي قبلي مع الأستاذ فؤاد عن الوضع الراهن، سواء الوضع الأمني والوضع السياسي والاقتصادي
الحالي يعني سوداوي بالنسبة لتحليل الأخوة. طيب هذا الوضع مرتبط بالمستقبل، أفوق المستقبل، من مؤهل أن يقود المستقبل أخ فؤاد خلال 5 سنوات أو 10 سنوات القادمة؟ هل الجمعيات السياسية الحالية وعد وغيرها بعد إغلاق الوفاق مؤهلة أن تقود مرحلة من هالنوع، مرحلة صعبة ووضع سوداوي بالذات الوضع الأمني والسياسي؟ هل الجمعيات المحسوبة على التيار الوطني الديمقراطي هي مؤهلة، ممكن تكون مؤهلة لقيادة العمل السياسي خلال 5 سنوات القادمة؟ ممكن نقول لا، لأنه التيار الوطني الديمقراطي لحد الآن ما ثبت على الواقع أنه هو تيار قوي ممكن يفرض روحه بالمؤشرات الحالية. بس يمكن لو صار التركيز على هالتيار وعلى المعايير اللي ممكن يكون فيها أقوى من وضع الحالي ممكن نعتمد عليه. طيب هل الجمعيات المحسوبة على التيار الإسلام السياسي ممكن هي تقود المرحلة؟ ممكن هي تكون مؤهلة أكثر من التيار الوطني لقيادة الحراك والعمل السياسي القادم؟ ما عندي جواب. هل كل هالأطراف وهالمكونات ممكن تشكل جبهة وطنية أو قوة وطنية ضاغطة على النظام بحيث أن هي تخلق لنا الجبهة اللي ممكن تقود العمل السياسي خلال المرحلة القادمة؟ أو إحنا يعني ما عندنا جواب؟ من الخطأ أن إحنا ما عندنا جواب كجمعيات سياسية. يجب نقول ما عندنا أمنيات، ما أعتقد يعني أمنيات، لازم يكون عندنا تصورات للمستقبل، لازم يكون عندنا أفاق. شنو هي أفاق المستقبل؟ ولا إحنا ما نشتغل عمل سياسي إذا بهالطريقة نعتمد على الأمنيات وعلى الأحلام؟ صعب، لازم نعتمد على مؤشرات. شنو مؤشرات الوضع الحالي؟ شنو مؤشرات المستقبل؟ في تحديات صعبة صحيح، لكن لازم نربط المؤشرات والواقع الحالي بأفاق المستقبل اللي احنا نتكلم عنه. الوضع صعب بالراهن، صعب صعب ومظلم ومحبط بعد، مش يعني مو ركود واحباط أكثر من شيء ثاني، لكن لازم يكون عندنا أفاق للمستقبل. شنو هي أفاق المستقبل؟ شنو مؤشراتنا للمستقبل؟ علينا احنا كجمعية سياسية حالية نفكر في أفاق المستقبل ونخلق الجبهة الوطنية الضاغطة على النظام حتى النظام يتردد يخاف، ما عارف يعني لازم يتوقع منه شيء إيجابي للعمل السياسي. هذا اللي يعني أتمنى. شكرا شكرا لك نوال. أخ جاسم تفضل. شكرا للأخوة. أولا الضغوط أو اللوم على الجمعيات السياسية أعتبر يعني لوم ظالم، لأن الجمعيات السياسية بالحقيقة هي معترف بها قانونيا ولكن ليس معترف بها سياسيا. لو كان معترف بها سياسيا لماذا يعتقل الأمين العام شكل في أي جمعية لم يلقي خطاب في ندوة أو يلقي إعلان أو شيء يعتقد؟ لو كان معترف فيها سياسياً أعطي الأمين العام للجمعية السياسية أو الإدارة حصانة دبلوماسية. هذا ما يحصل. يعني مي معقولة أن الجمعية السياسية مثل حزب المعارض هو عنده خط معارض يتعارض مع النظام، يستطيع أن يعارض حتى القانون، هذا من حقه. كيف يقوم السلطة تعتقله؟ هذه يعني أنه السلطة لا تعترف سياسياً بالجمعيات السياسية. هذا اللي حاصل، وهذه مسألة خطيرة جداً. يعني لما أنا أخلي أمين عام هو يمثل جمعية، لا يمثل بس الجمعية، يمثل جمهور واسع في المعارضة، يتكلم في خط معارض، يوم ثاني يعتقل أو يعني ينادون التحقيقات، هذا الشيء يعني جدا خطير. المطلوب من جمعيات الآن، جمعيات سياسية في خط المعارض، أن تطلب من السلطة حصانة دبلوماسية إلى الأمين العام والإدارة. شكرا شكرا لك جاسم.
صارت دبلوماسيه ما يعطونا خلي يعطونا حصانه قانونيه ذخر بالله يبي لنا حراس في احد ايضا لانه بناخذ الجوله هذه الاخيره يبدو تفضل عارف اولا نشكر امين العام على هذا الموضوع القيم بالنسبة عن آفاق ومستقبل أنا أرى على الجمعيات المعارضة تغير مسارها إن شاء الله إلى الأفضل بشكل إيجابي فلا ننظر إلى يعني تطورات السابقة من آلام وأحزان وأشياء هذه أنا عندي سؤال هل على الجمعيات أو المعارضة النية لدخول المعترك أو يعني مرة للدخول انتخابات 2018 يعني في تطور أو نية الدخول حق البرلمان هاي شيء مثال جدا مهم لأن قد دخول البرلمان يغير من شيء يعني يكون أفضل هذا من ضمن الآفاق ومستقبل حق المعارضة شكرا 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 لك عارف تفضل حميد إذا ما في أحد سيكون آخر المتحدثين الأخ حميد كنجي إذا في أحد خلنا نسمع أنت دائما آخر واحد حميد أنا ما بغيت أتكلم بس أنا رفاقي من المنبر موجودين فقلت في غيري يمكن أتكلم على الأقل نقول رأينا أنا بارك الأمين العام الجديد الرفيق العزيز فؤاد وأبارك يعني أتفهم خطابه الجديد نوعا ما اللي فيه نوع من تفهم الوضع وندائه للقوى العقلانية في النظام لفهم الحقيقة المرة أن وضعنا مو بس ضد الشعب البحريني وليس ضد رجل الشارع وضع حتى أن يعني الكثير من أطراف النظام يخسران في العملية إلا بعض المتنفذين يعني اللي يحبون المال كثير وهي إحدى مشاكل تركيبة الخاصة للبحرين كنظام هاي بحاجة إلى تحليل طويل اللي لم نحلل إحنا كجمعيات يعني علمانية لم نحلل هذا الوضع يعني حتى الآن غالبية ما سمعناه للأسف عواطف ولم نستطع أن نفكك الأشياء اللي صارت مثلا تفضل المنتدي وتكلم بشكل كرونولوجي اللي صار يعني من الفترتين السابقتين المحاولة الإصلاح اللي صارت وصحيح هذه وبعدين ليه وصلني للمشكلة اللي أنا عندي وجهة نظر أختلف معاكم وأختلف حتى مع رفاقي في التقدمي بعضهم يعني مو كلهم إن ما سميناه حراك 11-14 فبراير سنة 11 أنا بتقديري كان حراك مفتعل لأن الحراك في البحرين بل بدأ قبل هذا وكان حراكا بطيئا وجميلا ولكن القوى السياسية لم تكن بالحنكة والمكر السياسي وفهم وضع البحرين الخاص في حوض منطقة رجعية على صعيد العالم ومرتبطة بقوى أكبر زين صارت مناكفات من أول انتخابات وقبل الانتخابات مما أنا ما برر موقف النظام النظام تعامله مع الوضع خاصة الوضع المعيشي الآن للمواطن البحريني تعامل سيء وغير عقلاني وأقولها بكل شجاعة وهذا نقد بناء لحكومتنا يعني اللي صار في اللحظة الحرجة اللي
ما نقدر نتكلم بالصراحة فيه، وبعد أن شجع الأمريكان يعني المندفعون والموتورون من القوى السياسية والجماهير الدهماء إنه والله نظامكم كيفكم أنتوا اللي تبون تسوون سووا، طرح يعني صار وهم عند الناس إنه والله أمد النظام الخليفي قد انتهى، وهذا وضع ممكن السيطرة عليه الآن. الغريب إنه مو بس الأنظمة، مو بس القوى السياسية المتطرفة اللي ما عنده يعني برنامج تغيير أو انقلابي، لا، حتى القوى شبه المعتدلة انتفعوا الكل من أجل الكيكة عشان لا تفوتهم. وللأسف الشديد هذه حقيقة مرة لازم نعترفها. الآن في حرب في البلد بين القوتين الأساسيتين في البلد. أوكي، إحنا نعرف أن النظام ما يعني مثل ما يقول يعني مو مهتمة وله ظروف معينة أو كذا الآخره، أو انتظار الوضع العقليمي شي يصير في سوريا شي يصير في اليمن شي الآخره. لكن هل معقول إحنا بتاريخنا 60 سنة 70 سنة أو أكثر ما نقدر نجد علاج فني من الخروج من هالأزمة؟ طبعا قبل وجود العلاج في حاجة إلى تحليل ما حدث وتفهمه والوضع الموجود اليوم. هذا الاحتقان بين طرفين هي حرب موجودة، لابد من طرف العقلاء في هذه الجمعيات بمقارعة أخرى بطريقة بالبحث عن طرق أخرى. يعني شكرا شكرا لأخ حميد. الأخ حميد، يعني للأمانة هناك لدينا، أو إذا كان الواحد على الأقل راح يسمح لنفسه أيضا بطرح وجهة نظر، لدينا الشجاعة في تقييم ما يجري وما جرى، ولكن للأسف في مداخلتك لم أسمع عن ما قام به الطرف الآخر. الطرف الآخر أيضا قام بالعديد أيضا من الحالات. نحتاج إلى رأيك محترم. طبعا طبعا محترم. عبد النبي تفضل. مساء الخير جميعا. أنا جيت متأخر بس في ضوء الحوار اللي سمعته أود أن أقول أتعرض فقط إلى ما حدث في 2011، وهو ليس هو هذا الشيء اللي صار. ما كان حد من القوى السياسية لا في تونس، من تونس إلى البحرين أو ما بينهما أو المغرب يتوقع. هناك مخزون من الغضب والتهميش والفقدان الأمل عند الشعب العربي، مو عندنا بس، إحنا عند الكل. ولذلك كان مثل البركان الذي انفجر، وكلكم تتذكرون الاجتماعات اللي كنا نعقدها أو عقدت هني بالنسبة للبحرين. القوى السياسية كانت محتارة، ما تدري، لا تعرف ما هو الموقف الذي تأخذه، خائفة، ولم تكن تتوقع أن هذه الجماهير بتنزل. هذا الكلام في بوزيد في تونس، وموجود في البحرين وفي عمان في صحار وفي التحرير وفي ساحة الإرادة في الكويت وفي كل مكان. لم يكن أحد يتوقع هذا الشيء. أوكي؟ الآن صار اللي انفجر هذا. الآن هل عقود من القمع تتوقع أنه بتصطف القوى السياسية بسهولة وتشكل منظومة، أو أن الجماهير كلها بتنضبط بشعارات عقلانية؟ الذي حدث هو أن الأنظمة العربية بالتحديد أصابها الهستيريا، أصابها حتى اللي كان ما طروح تغييرها، يعني بالخليج ما طرح تغيير النظام. هناك في شعارات رفعت هامشية، القوى الأساسية 150,000 كانوا في الشارع في المسيرة الكبرى هذه التي كلكم تعرفون، كلها شعارات سلمية. إذا طلع شعار من هنيوني هاي تصدر
في فرنسا يطالبون بعودة الملكية، شعارات تحصلها في الشارع، أو في بريطانيا ناس تطالب الجمهورية، هل يعاقب شعب كله لأن مجموعة صغيرة رفعت شعار معين؟ أو حتى قائد سياسي صرح تصريح معين؟ أنا في اعتقادي بعد سقوط بن زيد يعني الزين ومبارك أصاب الأنظمة العربية هستيريا، فوبيا، رعب، كلهم يتصوروا أنهم وصاروا يحاكمون الناس بالظنة. فأنا أعتقد لن نجد، أوكي في أخطاء، لكن ألم يقدم ولي عهد سمو ولي العهد بتكليف من جلالة الملك النقاط السبع واللي وافقت عليها المعارضة في خلال 48 ساعة؟ طيب ألم تكن هذه يعني هي أرضية لحوار جدي للمفاوضات؟ يعني كلها يستخدمون كلمة حوار، حوار كلام فاضي، مفاوضات. ألم تكن قاعدة المفاوضات جدية تكون بين الحكم والمعارضة والخروج الآمن؟ لكن كلنا نعرف أنها استخدمت قوات أجنبية خارجية، وصار اللي صار القمع. الأمريكان، طيب ليش إحنا؟ الأمريكان كانوا ينتظرون من يعني ما كان، أنا أعتقد هم دافعين بهذه الحقائق أصبحت معروفة، ما كان دافعين بأن لتأزيم الوضع في البحرين أو في المنطقة، يريدون. والمعارضة ما كانوا ضد الأمريكان أصلاً، ضد الأمريكان ليش الحين إحنا في مرحلة ضد الأمريكان؟ ليس في مرحلة من المكان. إذن اليوم وغدا هو المطالب الأساسية هي الوثيقة اللي صوت عليها شعب البحرين، ميثاق العمل الوطني. خلي يفعل الميثاق فعلاً، يلتزم بالميثاق، خلي يلتزم بهذا الميثاق وهو الحكم واللي صوت عليه شعب البحرين. غير ذلك والله الشراءات تكميلية كذا كذا لن يفيد. بعدين في شغلة معاه، أوكي الآن ممكن في حماية دولية وفي دور وظيفة للبحرين أو لغيرها، المكانة الدول مجلس التعاون كلها جالسة تصير هامشية بالنسبة للنظام العالمي في ضوء الطاقة الجديدة، في ضوء التحولات. فسيجدون نفسهم وجايينهم ترامب يقول لهم تدفعون الجزية، بكرة نحميكم تدفعون الجزية. هذا الذي صار. فمن مصلحة هذه الأنظمة أن تتصالح مع شعوبها، من مصلحتها على المدى البعيد، طبعا من القصير، لكن في عقود بل قرون من الاستبداد العربي ولد عقلية عند الحاكم. أنت رعية، أنت مش مواطن، أنت رعية. تذكرون جوازات البحرين الأكبر من رعاية من دولة البحرين. هذه العقلية لم تتغير، ويحتريد لها ما أدري كيف راح تتغير. ولذلك إذا ما في حلول بتستغلها قوة خارجية، بتستغلها الدول الكبرى، وهذا إحنا الوضع اللي إحنا في المأساة اللي إحنا فيها، إنه قمعت القوى المعتدلة وانفلتت القوى التكفيرية. شكراً. شكراً منصور. الأخ حسن تفضل. آخر المتحدثين الرفيق حسن مرزوق، ونختم إن شاء الله. مساء الخير جميعاً. طبعاً لن أطيل لأن الوقت تأخر، وطبعاً أنا بعض المداخلات هي التي دعتني إلى أن أقدم هذه المداخلة. طبعاً الجمعيات السياسية إبان انطلاق الحراك في البحرين كانت 7 جمعيات سياسية، حلت أمل وبقت 6 جمعيات سياسية. الست جمعيات السياسية، 5 من هذه الجمعيات هي جمعيات وطنية يسارية، وجمعية واحدة هي إسلامية والوفاق. وأستاذ إبراهيم، جميع البيانات التي كانت تصدر من قبل هذه الست جمعيات هي بمعدل 10 بيانات، 1 للوفاق و9 للجمعيات الوطنية. يعني من كان يخط الطريق في بداية الحراك هي الجمعيات الوطنية الملتزمة بالدولة المدنية. وحتى الوفاق عندما تقول ليس هناك جماهيرية للمعارضة، الوفاق تملك شئنا أم أبينا، اختلفنا مع الوفاق أيديولوجيا أو فكريا، الوفاق تملك 64% من الشارع، وكانت منضوية مع الجمعيات الوطنية السياسية. لنفرق بين، لنوقف جد الداد ولنقارن مقارنة بسيطة جدا. جمعيات السياسية، إبراهيم شريف هنا في هذا المقر، شكلت لجنة من قبل الجمعيات السياسية للذهاب إلى الدوار، وهذه اللجنة أجندتها كانت تهدئة الدوار، تقليم الخطابات،
نصح الشباب، نصحهم بالتمسك بالسلمية وبالحضارية وبالدولة المدنية والابتعاد عن الشعارات، شعار هنا أو هناك. لا يمكن أن نلوم الجمعيات السياسية الموجودة أو التي تواجدت في الدوار. ماذا يقابل ذلك؟ معارضة أصدرت وثيقة المنامة، أصدرت وثيقة اللاعنف، وقياداتها دائماً وأبداً ما كانت تطالب بالدولة المدنية وضد الجمهورية الإسلامية، أن تقام جمهورية إسلامية في البحرين، وضد أن تكون البحرين دينية. جميع الأطياف 6 جمعيات سياسية، وكما ذكرت أصدرت وثيقة المنامة ووثيقة اللاعنف. بالمقابل قرق، قتل، هتك، سجن، فصل، هدم مساجد، ولا زال البعض يطبل النظام على الأسف الشديد. لا زال البعض يقول إن المعارضة هي السبب. من هو السبب؟ لنكون واقعيين. من الذي لا يسمع للآخر؟ من الذي يقفل الأبواب؟ إلى اليوم في سوريا هناك حوار ومفاوضات. هنا 4000 معتقل سياسي موجودون، بينهم نساء وأطفال. هنا القيادات والرموز في السجون. هنا اعتقالات يومية ومداهمات يومية. ولا زالت السلطة هي من تقض الطرف عن الاستماع إلى هذه المعارضة الحضارية المعتدلة. لنكون منصفين. شكرا. شكرا الأخ حسن. تفضل. يعني أعيد وأكرر يعني جوابا على كل ما تفضل به الأخوة من استفسارات وتعليقات، علينا أن نقرأ المشهد بواقعية. علينا أن لا ندعي بأن نحن أقوياء ونحن في وضع لا نحسد عليه. وعلينا أيضا أن نؤكد بأن النظام أيضا هو ليس قويا بالوضع اللي هو فيه الآن. وعلينا أن نستطيع ونعترف جميعا بأن هناك أزمة. ودائما كنت أكرر، عندما أطراف المجتمع لا يعترفون أو أي أحد من أطراف هذا المجتمع لا يعني لا يعيش في الوطن في ظل أزمة، هذا يحمله مسؤولية الاستمرار في الأزمة، ويحمله مسؤولية عدم الذهاب إلى وضع الحلول لما نحن عليه اليوم. وبالتالي ناشدنا جميعا بأن نحن يجب علينا أن نتحمل المسؤولية مشتركة من أجل البحث عن حلول مناسبة لطبيعة الأزمة التي مر بها البلد. في هذا الجانب نشخص بأن المسؤولية الأكبر تقع على من هو يمتلك القدرة وعلى من يجب أن يمتلك المبادرة، ألا وهو النظام. النظام هو الجهة العليا وهو الجهة الأولية المسؤولة عن إحقاق ما يمكن أن يفرج علينا الوضع اللي نعيش فيه. أنا أعتقد، وهذا يؤكد على مسألة جوابا على بعض الأسئلة وخاصة فيما يتعلق هل نحن ذاهبون إلى المشاركة في العملية السياسية القادمة، أنا لا أقتصر العملية السياسية ومساهمة فيها فقط في الانتخابات النيابية. الجمعيات السياسية كلها تشتغل في الحقل السياسي، تطرح رؤاها وتطرح برامجها وتسعى من أجل التواصل مع الآخرين للوصول إلى برامج ومطالب موحدة. نحن مستعدين أن نضع الملفات المشتركة في الأول، ونحاول أن نبتعد عن أي ملف قد نختلف معه في الآخر، ولكن هذا لا يتصور الآخرين بأن نحن أي مطلب أو أي ملف نحن تبناه ومقتنعين فيه، ولكن من أجل التواصل دعونا ندعو الآخرين أن يضعوا ملفاتهم على الطاولة المستديرة، ونحن نضع ملفاتنا وما نتفق عليه مع بعض لنواجه الجانب المشترك الآخر. بكل أسف بأن النظام نجح بأن يحول الصراع السياسي إلى صراع طائفي، ونجح بأن يضع مكونات الشعب بكل ممثلينه في جهة أو في جهتين تتصارع فيما بينهم، وهو وقف يتفرج على ما نحن فيه من خلافات. ولذلك أنا أعتقد آن الأوان من ضمن آفاق المستقبل
أن نبحث ونتواصل مع كل من هو شريف في هذا الوطن، وكل من تلمس بأن الوطن يعيش في أزمة تحتاج إلى حل. الحل نحن كمعارضة قد لا نملك الحلول الجاهزة، ولكن عندنا رؤانة، قد نختلف، قد تتفق، قد تصيب، قد تخطئ، ولكن أعتقد عندما نكون بعيدين عن بعضنا بعض لا يمكن أن نتوصل إلى حلول مشتركة. وفوق كل ذلك، بحيث لا نذهب في التفاؤل بصورة أكثر عندما نقول في الواقعية، لا نرتجي بأن أي مطلب يجب أن يحصل على الإجماع أو أي تصور يحصل على الإجماع. في كل المجتمعات، في كل الثورات في العالم، هناك في من يختلف، ولكن هناك في مشتركات. علينا أن نبحث عن هذه المشتركات ونعزز منها من أجل تحقيق بعض المصالح المحقة والمشروعة للشعب. الأهم من كل ذلك، يعني عندما نقول لغة الاعتدال، أنا أول من يدعو إلى لغة الاعتدال لدى كل الأطراف، وأنا نفسي في يوم من الأيام متهم بأن أحد الديناصورات في وعد من خلال مواقفي أو الصقور، ديناصورات في الأخير، ديناصور يمكن أخوي حميد يقصر في أن أنا أكون ديناصور، مشكلة عندي بس أنا ما عندي مانع بأن يعني وطني يعلمني عنف النسور ورقة المتفائلين. زين، ولذلك عندما أنطلق ما أن هناك في أمل، بحيث أن أحارب فيه ولا يسود لغة اليأس عند الناس، وهذا بكل أسف أن هناك في جهات ما زالت تزرع هذا اليأس من عدم جدوى النظام وعدم جدوى استمرار المطالبة بحقوق الناس. أنا أقول لهؤلاء وأقول لكل أخواني اللي وصلنا إلى حالة تقريبا من اليأس ويريد لنا النظام أن نستمر فيها، أقول أيضا لا تنسوا بأن في عز ليل القهر تخضر الأماني، هناك تشد أزمات، ولكن الأزمة لا تستطيع أن تستمر إلى ما لا نهاية، لا بد أن تنفرج، ولا بد أن الكير يرجع إلى ما هو الطريق المسار الصحيح. ولذلك أدعو قوى المعارضة بكل مكوناتها، وأدعو قوى المجتمع المدني كله بكل مقوماته، والجمعيات السياسية بكل أشكالها، بأن تبحث عن وسائل مشتركات، وتبحث عن وسيلة لوضع مطالب مشتركة في وجه ما نحن نعيش فيه اليوم من قمع وقهر وتراجع عن كل مفاهيم وكل ما بشر فيه المشروع الإصلاحي، واللي بعض يقول بأن قصوا علينا خلونا نمشي فيه ولكن ردوا علينا، ولكن أعتقد البوصلة ممكن إحنا نعيدها إلى صوابها، وبالتالي بفضل جهود الكل. موقفنا من مسألة الانتخابات، يمكن الأخ عارف أشار لها، هل لدى الجمعيات المعارضة نية؟ أنا في رؤيتي في المستقبل وضعت في بعض الجوانب، وسبقتها دائما إذا تحقق ذلك، إذا تحقق ذلك مشخص فيها الانتهاكات اللي منعت المعارضة من الدخول في التجربة، على الأقل في شو اسمه دوراتها اللي أخذت موقف المقاطعة. إذا تحقق كل ما تطالب فيه المعارضة من إصلاحات على صعيد الوضع السياسي وعلى صعيدنا النظام، استطاع أن يخلق الأرضية المناسبة بأن يجعل الآخرين يساهمون بدورهم، أعتقد مثل ما قلت لكل حديث لكل حادث حديث، ولا نستبق الأمور، ورانا باقي سنتين، ونتمنى أن توجد هذه الأرضية اللي تسمح لكل الناس يتناقشون في هذا الموضوع ويساهمون فيه بشكل إيجابي. يعني أعتقد هذه المجمل الأشياء اللي يمكن لدى من هو المؤهل لقيادة المستقبل. يمكن أختم عبد الرحمن راحت تسأل، أنا أعتقد المستقبل هو ملك الجميع، ولا يوجد هناك مكون يعني لحالة. تفضل يا عبد الرحمن معالي. حياش جاوب على سؤالك. يعني أمام سؤالك، يعني أنا أعتقد الوضع الأمني الكابت على صدور كل الناس، ومثل ما أشار بعض الأخوة بأن لم يعد المعني فقط المعارضة سواء كانت متطرفة أو معتدلة، المعني في هذه المرحلة بكل أسف كل من يتشجع أو يتجرع على رفع صوته في وجه الظلم، كل من يتجرع على رفع مطالب، وبالتالي يراد لنا بأن نكون شعبا خانع لا نستطيع أن نتمنى أي مطلب.
لا نستطيع إلا أن نلجأ إلى المكرمات، لا نستطيع إلا نعيش تحت يافطة العطايا مثل ما تكرم علينا هذا الشخص أو هذا النظام بما تجود منه من ثروات نرحب فيه ونشكره، لكن تطالب أن تقول لي حقوق. أنا أعتقد هذا اللي بكل أسف في هذه المرحلة أصبحت في خارج أجندات النظام. النظام لا يريد أن يشارك أحد، وكما أشار البعض وخاصة أخو إبراهيم بأن النظام لا يعترف أن هناك جمعيات سياسية، لا يعترف بأن هناك لا شركاء في اتخاذ القرار، وهذا ما نحن نطالب فيه. وقدرتنا الوحيدة أن نرفع كلمتنا ونستمر في مطالبتنا وندعو الشعب للوعي بحقيقة وحقيقة مصالحه والاستمرار في مطالب المشروع. أعتقد بأن الزمن كما أشرت لا يسمح لاستمرار هذا الظلام، والتطور يفرض الكثير من المفاهيم اللي لم يعترف فيها اليوم النظام، لكن أعتقد وأنا واثق بأن النظام بفضل استمرار المطالب والتمسك فيها ورفع حالة الأمل عند الناس سيضطر بأن يتجاوب مع كل مطالب الناس لما نصبوا إليه لمستقبل بلدنا. شكرا. صحيح ما تفضل فيه الأخ فؤاد، طبعا صحيح 100%، وهو أنه حالة الانسداد اللي قاعد نشاهدها الآن وعدم الاعتراف بأن هناك مشكلة حقيقية تواجه البلد والهروب للأمام، أعتقد يعني هذا مخالف إلى تجارب الشعوب ومخالف للتاريخ، وهذا الانغلاق والانسداد أعتقد لابد أن ينفتح يعني وسينفتح في قادم الأيام. وهذا يعني علمتنا التجارب العالم كله يعني بأنه ما في مشكلة وإلا ولابد بنهاية المطاف أن تكون لها حلول. قبل لا أختم أعتقد خلصنا الأخ إبراهيم. أي شكرا. قبل لا أختم الرفيق الأخ الدكتور سعيد السماهيجي يريد يكرم الأخ الأمين العام فؤاد سيادي بباقة ورد، فشاركوهم هذه الفرحة بمناسبة خروجه من المعتقل، وأيضا تكريما منه لوعد لاستضافتها له بعد خروجه من السجن. تفضل دكتور حياك. شكرا شكرا شكرا، وفرحين جدا بتواجد الدكتور سعيد معنا بعد ان نال حريته، واهلا به بين اهله واصدقائه وشعبه. شكرا.